بس بدي اشرح موضوع الفلويد بس اللي بخص ايجاد الرياكشن، لانه الاسئله الثانيه الصاروخ او الرصاصه او البومباكشن التخبيس هذول الدكتور على الدور ما كان حادثهم، فما بقدر اشرحهم لانه ما اعطانا اياهم يعني. طيب بالنسبه للفلويد مشان ايجاد الرياكشن، شو بيختلف الفلويد عن الامبلس؟ فعليا هم نفسه. فكان عندنا بشابتر 13 قانون الامبلس اللي هو ام في بي زائد اف دوت تلتا تي تساوي هاي ام 1 في 1 تساوي ام 2 في 2، ماشي؟ كان هذا القانون، كانت السرعة اللي هي السرعات والسرعات والكتلة الكتل والقوة، القوة ممكن تكون قوة رياكشن او تكون قوة بريك او قوة امبلس نفسها اف في تي اسمها امبلس كذا، والفي 2 اللي هي السرعة النهائية للجسم بعد ما ضرب بشيء. طيب شو بختلف الفلويد نفسها ولا بيختلف عنه اشي، بس الكتلة تكون نفس الكتلة بس بتتغير بمعدل ثابت. معدل ثابت شو اسمه؟ دلتا ام، دلتا ام على دلتا تي. يعني لو شلنا الام 1 والام 2 وسميناهم بدلتا ام نفس الاشي. طيب انا هسه معي دلتا ام ومعي دلتا ام على دلتا تي، طيب وين وانا معيش دلتا ام شو اعمل؟ اقسم على دلتا تي، يعني انا مش اعطيك زمن اصلا. دلتا تي دلتا تي، فدلتا تي مع دلتا تي بتروح، فبصير قانون الفلويد دلتا ام على دلتا تي في 1 زائد اف او سيجما اف، يعني كله سيجما حسب شو الاشياء، دلتا ام على دلتا 2 في 2. طيب هاي اول شيء. ثاني شيء بنعرف شابتر 14 انه احنا بنطبق اللينير مومنتم على اكس وواي وبعدها مومنت او انجولار مومنتم اذا الشكل 3 دي او كونزرفيشن اوف انرجي برضه، يعني ممكن اربع شغلات. طيب هسه عشان هيك احنا بدنا نوجد رياكشن، عم نوجد قوه، فمش بدنا نطبق لينير مومنتم. لينير مومنتم يعني ام في في تساوي ام في في زائد ام في في، بس بالفلويد او بشكل عام احنا يعني زي ما كنا نعمل بالامبلس انه ناخذ ايش؟ المركب الافقي والمركب العمودي متدخل عليه بشابتر 14 انه ناخذ المومنت. طيب انا هسه عندي هذا الشكل، هذا الشكل في عندي سبورت هنج اللي هو بن يعني، وفي عندي رولر وفي عندي سرعة A، في عندي سرعة A وفي عندي وزن يعني قوة W وفي عندي V خارجة. طيب شو بعمل أنا؟ هاي الشكل خلص احفظوه. شو بعمل أنا؟ بطبق القانون. أعطاني بالسؤال كم VA وكم VB وطلب مني الرياكشن وأعطاني دلتا M على دلتا T. طيب شو بسوي أنا؟ بخليها دلتا الهاي، باخذ الاكس كومبوننت، اكس كومبوننت شو بحكي له؟ دلتا ام مع دلتا تي خليها زي ما هي. في 1 في 1 يعني قبل ما يخرج، هو فات من هون وخرج من هون. طيب فات من هون في شيء على اكس بالنسبه للسرعات مش للقوى، سرعات سرعات في شيء على اكس؟ لا، يعني زيرو. في 1 زيرو زائد القوى، شوف عندي قوى، في عندي الرياكشن الافقي، في عندي قوة عمودية، لا قوة افقية، لا فايش بضل عندي؟ في بي اللي هي بتكون هاي بس مايلة زائد، فايش؟ دبليو قصدي زائد سي اكس اللي هو الرياكشن الافقي، شو بساوي؟ دلتا ام على دلتا تي في 2، في 2 كم اللي هي في بي بس لازم تكون مايلة اللي هي كوساين العشرة. هاي معادلة رقم واحد، انا معي في بي ومعي دلتا ام على دلتا تي، دلتا ام على دلتا هون زيرو، بتطلع معي سي اكس تساوي كم؟ طلعها الكتاب، طلعت معي سي اكس والله ما عارف وين حاطه سي اكس، سي اكس تطلع معها 4.89.9 لهيك. طبعا ما اعرف افقية طلع معي موجبة. طب شو بعمل هسه؟ باخذ الواي كومبوننت، شو بحكي له؟ دلتا ام على دلتا تي، بعدين ايش؟ طبعا باخذ لفوق موجب دلتا ام على دلتا تي، ال V ايش؟ عندي V A لتحت يعني سالب V A زائد القوة، شوف عندي القوة، عندي سالب W بنفرض الرياكشن لفوق زائد B Y رياكشن الرولر، وايش كمان؟ زائد C Y. طلع عندي قوة؟ لا، طلع عندي دلتا ام على دلتا تي في ايش؟ في V B ساين العشرة طبعا لتحت فسالب. طبعا هاي معادلة خليها مجهولة، بضل عندي مجهول ثالث، طبعا زي الستاتيك بناخذ مومنت حول النقطة.
خذ مومنت يعطيه يصفر لك مجهيل، ناخذ مومنت انت سي. فايش تقول له؟ مومنت اباط سي مع عكس عقارب الساعة موجب، افرض زي ما بدك. ايش بحكي له؟ زي ما هو الحد، الحد زي ما هو دلتا ام ع دلتا تي في ايش؟ في اي، بس بدي اضربها بمسافة، مسافة بين المسافة العمودية بين اي وسي، المسافة العمودية بين اي وسي اللي هي 0.9 في 0.9. طيب شو الاتجاه؟ بتلف مع عقارب الساعة يعني سالب، لأن أنا قارض عكس موجب. طيب شو إذا عندي السرعة تضل إشي بالابتدائية؟ لا، إذا عندي زائد الدبليو، دبليو برضه مع عقارب الساعة، سالب دبليو في المسافة بين دبليو سي اللي هي 2.13. طيب شو عندي؟ عندي بي واي، بي واي عكس عقارب الساعة، بي واي في المسافة بينهم اللي هي 3.66. عندي سي واي، لا لأنه أنا بلف حول سي، فإيش بضل عندي؟ دلتا ام على دلتا تي. فايش عندي؟ عندي في اكس، عندي في بي، في بي اكس يعني في بي كوساين العشرة في كم؟ في المسافة 1.8، وعندي الفي بي بتلف مع عقارب الساعة العمودية في المسافة بينهم اللي هي 3.66. طيب معي انا ايش؟ معي دلتا ام على دلتا تي، ومعي الدبليو، ومعي دلتا ام على دلتا تي، ومعي في بي وفي بي وفي اي. ايش بطلع معي؟ بطلع معي بي واي، بي واي بعوضها فوق بطلع معي سي واي. خلص السؤال. هذا بالنسبه للرياكشن. بالنسبه للسؤال هذا، هذا مش رياكشن، هذا طالب شياط كان محذوف هذول، بس انا حاولت احل السؤال. بنطبق الامبلس، ام في في تساوي زائد اف تي تساوي ام في في. ايش عمل لي؟ ام في في فات ام في في، هو سماها يو اللي هي مقدار النقص، مقدار ناقص في ناقص في. شغلات صراحة ما اعطاناش اياها، بس انه هو طبق قوانين الامبلس زي ما هي، اكس كومبوننت واي كومبوننت. بعدين لانه طلب ماكسيمم باور، اشتق الباور بالنسبة للفي للسرعة. فانه شغلات اكس وواي، وهي الواحد ناقص كوساين من الحكي، ما بعرف ايش يعني. هذا الاشي اللي انا ما اعطاناش اياه، بس انه طبق قانون الامبلس بشكل عادي يعني. حتى الاي اللي قدام شالها يعني، او حتى مش عارف شو الايه. ف بس هيك.